أخبار اليوم. شيخ أسامة فتح رضوان. شيخ أسامة أنت منين؟ من الصوت مركز أبنوس. تيجي كل سنة تحتفظ؟ لازم كل سنة، شيء أساسي. مولد سيادنا السيدة زينب وسيدنا الحسين، مولد الكبيرة اللي على مستوى الجمهورية. سيدنا الحسين والسيدة زينب. بتحتفل إزاي؟ بنحتفل كل أهل الصعيد بيجوا يشاركوا هنا في القاهرة. مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب، بإقامة الخدمات، نأكل الناس، نحتفل. كل شيخ بيحتفل بطريقته. الإنشاد بقى بدأته وتعلمته منين؟ لا، الإنشاد ابتدى معايا من 15 سنة، من وأنا صغير. بتنشد هنا بقى زي إيه بقى؟ المقطوعة اللي بتنشدها هنا؟ لا، القصائد اللي بننشدها لسيدي عمر بن الفرد والحلاج ومحي الدين بن عربي، وسيادنا كتير بننشد لهم، يعني كلام كويس. المنشد عصام درويش بنرحب بيك بقى. أهلا بيك يا فندم، وكل سنة وأنتم طيبين. أنت منين؟ أنا من أسيوط إن شاء الله. جاي من أسيوط. بنحتفل كل سنة بنحتفل طبعا عقيلة بني هاشم السيدة زينب، بنحتفل بيها طبعا، وديك شايف في المنظر، وبسم الله ما شاء الله صوفية ناس محترمين وكده. بتقعد طول فترة المولد؟ بتقعد طول ولا بتيجي الليلة بس؟ لا، احنا بنجي اسبوع في نفس المكان، بنمدح في الرسول وبنحتفل بميلاد السيدة زينب. خلينا بقى الاحتفال في اليوم ده ازاي بقى؟ والله زي ما انت شايف بيبقى فيه طعام المساكين طبعا، واحنا بنبدأ نمدح في سيدنا النبي وكده، ويعني لقاء حب وكده، والناس بنوري الناس حتى برا ان مصر في امان وتمام. يعني عادة مصرية 100% طبعا. عادة مصرية طبعا، حبنا لآل البيت بالفطرة. ايه بقى المقاطع اللي بتقولها في الاحتفال ده؟ والله احنا بنقول انا ضيف زينب بنت محمد، والضيف من عاداته الاكرام، فمن الذي يكرم ضيوفك زينب وهي التي من شأنها الانعام.